على وجهات نظر ففرصة كابتن احمد ولا كابتن بالنسبة له. حماده؟ لا لا انا بقول لك وجهتين النظر اللي هم صح، ما هي تمشي يعني كده وتمشي كده. وجهتين النظر بس هم احنا صح. بس احنا كابتن صبري في ايه؟ احنا بنتكلم كنادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك ووضعنا في الجدول والكلام ده كله ليه اسباب، لان احنا بنتعامل مع الناس بره والكلام ده كله، فشايفين الجمهور بره عامل ازاي. لكن برضو في الاول وفي الاخر هي وجهه نظر مدير فني المسؤول، لكن احنا بنقول وجهه نظر. يعني انا وجهه نظري بقول ايه؟ اللي انا اكسب واغير، يعني اكسب صحيح مش كده وماتش سهل، طب ما اكسبه وبعدين اغير الخمس ناشئين انزلهم بقى شوط تاني. ووجهه النظر الثانيه برضو انا برد من هنا بوجهه نظر الثانيه. وجهه النظر الثانيه تقول ان انا اجهز اللعيبه اللي تبقى موجوده معايا للموسم اللي جاي، ده افيد لي واحسن لي من نتيجه مباراه لا طائل ليا فيها. يعني ما لا وجهه نظر برضو، يعني لو انا خسرت او كسبت مش هتضيف ليا اكتر من ان انا ابقى كسبان لا اتنين هي تلات ضيفه كابتن لعيبه، صبري. هتضيف لي اكتر. يعني لو دخل لي تلات اربع لعيبه ما انا من هجرب الفرقه. برضو اللعيبه، ما انا هجربهم ايوه يا كابتن. انا بقول وجهتين النظر لكن بس انا بتكلم تحترم. في ايه؟ تحترم الاثنين طبعا، لكن انا بتكلم في ايه؟ وجهه نظر انا بقى الشخصيه، انا ان انا ما اكسب وبعدين اغير، ما عنديش مشكله. صحيح. يعني اكسب ماتش سهل زي ده خلاص، اكسبه عشان ترتيبي في الجدول، عشان الجمهور اللي رايح، الجمهور اللي راح يفرح بفرقته، وبعد كده انزل الناشئين، على الاقل الناشئ هيبقى نازل عنده طاقه ايجابيه، انا كسبان، فهيبقى عنده ثقه اكتر من غير ما يبقى لسه النتيجه 0-0 ومضغوط عليا ونادي الزمالك وهم والولاد عارفين ان هم لازم يكسبوا، فده اللي يحصل، النتيجه تبقى عكسيه. لكن انا بقول ايه؟ عشان تكسب كل حاجه، تكسب كل حاجه، التجربه اللي انت عايز تعملها من وجهه نظري ان انت بتلعب بالاساسيين مثلا او تطعيم حاجات بسيطه، تكسب وربنا يكرمك خلاص، تدي الولاد بقى ينزلوا على ثقه عاليه يقدوا مع الناس الخبرات اللي في الملعب.